ورحمة الله وبركاته. لا بأس نقرأ سورة الفاتحة لكل الأموات الحقيقة، أموات الأخوة والأخوات والمؤمنين والمؤمنات والحشد الشعبي وكل اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم قربة إلى الله تعالى. رحمه الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. أخوتي وإخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. من سورة غافر الآية 64. الحقيقة اليوم راح يكون لنا فرد حديث حول الكون والسماوات، يعني الله عز وجل يقول سورة غافر كذلك: بسم الله الرحمن الرحيم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إرادة الله عز وجل أن تعطينا فرد فكرة بسيطة عن الكون الهائل اللي يحيط بينا. اليوم راح نأخذ فرد فكرة بسيطة من إبداعات الخالق اللي هي موجودة في كل شيء بأجسامنا وبالأرض، لكن الكون المحيط بينا فرد شيء مهول، فرد شيء كبير جدا، فرد شيء يعني عقل الإنسان بعض الأحيان لا يدرك الكون اللي موجود. فأول ما نبدأ، أخذت لكم فرد فكرة من خلال كتاب أسرار الكون بين العلم والقرآن. يقول: تطور الحقائق العلمية في القرن السابع الميلادي عندما نزل القرآن الكريم، كان الاعتقاد السائد ذاك الوقت على أنه الأرض هي مركز كل شيء، وأن النجوم والكواكب كلها تدور حول الأرض، يعني كانوا يصورون الأرض هي محور الكون. فلم يكن لأحد بين حول الكون أو النشوء أو التطور، ولم يكن أحد يتخيل الأعداد الضخمة من المجرات ولا يعرف عنها شيء، وبقي الوضع على حاله لحين النهضة العلمية الحديثة اللي هي بدت بتكون الميكروسكوبات والمكبرات وتطور علم الفضاء، عندما استخدم العلماء وسائل التحليل الطيفي لضوء المجرات البعيدة، وبعدها تم استعمال المعالجة بالحاسوب، وبعدها تطور إلى الألفية الثالثة، يعني هاي قبل فترة قصيرة، دخل علم الفضاء عصرا جديدا باستخدام السوبر كمبيوتر، مو الكمبيوتر العادي، هذا مجموعة من الكمبيوترات، عندما قام العلماء برسم مخطط للكون ثلاثي الأبعاد، يعني سووه مجسم. وقد كانت النتيجة اليقينية التي توصل إليها العلماء هي حقيقة أن كل شيء في هذا الكون يمثل بناء محكما. انتبهوا على كلمة بناء، بناء محكما، لأنه لغاية قبل فترة قصيرة كان العالم حتى هسه بالألفية الثالثة ببدايته يتصورون على أنه الكون فضاء. فلذلك إجت ناسا لما سوت سبيس، سبيس يعني فضاء، فكانوا يصورون فضاء والمجرات موجودة بداخل هذا الفضاء. بعدين من اكتشفوا
ومن اتطور العلم شافوا هذا مو فضاء، وإنما هذا ما أريد أتقدم بالجسم، بس إنه تبين لهم إنه هذا مو فضاء. وعندما بدأ العلماء باكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمة فضاء space، لكنهم وذلك لظنهم بأن الكون مليء بالفراغ، ولكن بعد تطور معرفتهم واستطاعوا رؤية بنيته بدقة مذهلة رأوا هنالك نسيجا كونيا محكما ومترابطا، ولذلك غيروا من كلمة فضاء إلى مصطلح بناء. أنا بس أريد هالكلمتين ثلاثة أريد أركز عليها، لأنه راح نرجع للآيات القرآنية وأريدكم أنتم تربطون بينها وبين الآيات القرآنية. يقول وقد بدأوا بالفعل برؤية بناء هندسي محكم، فالمجرات وتجمعاتها تشكل لبنات وأساس هذا البناء، وتشترك هذه المجرات مع الغبار الكوني والدخان الكوني، أكو فرق بين الغبار والدخان، لتشكيل بناء شديد الإتقان. لقد بدأوا يتحدثون عن هندسة البناء ويطلقون مصطلحات جديدة سوف نتطرق إليها بعد حين. هجوم على الإعجاز. في هذا الوقت يقول صدرت بعض المقالات مؤخرا تقول على أنه الحقائق العلمية والكونية موجودة بالقرآن منذ 1400 سنة، فيقول لماذا تنتظرون الغرب؟ هذا قسم من عندنا. فقسم من المسلمين نفسهم بدأوا يطعنون بالقرآن، فقالوا زين إذا أنتوا هالشكل وعندكم هاي المعلومات بالقرآن والقرآن صار له 1400 سنة، ايش منتظرين؟ ليش ما أعلنتوا عليها؟ ليش أعلنتوا وقت ما الغرب إجى وقال بين لنا هاي الظواهر كلها؟ أنتوا هسه إجيتوا قمتوا تربطون بينها وبين القرآن؟ يقول الجواب على هذا في نفس الآيات التي جاء بها التطابق بين العلم والقرآن. يعني الله عز وجل همياً كان مجاوب على هذا السؤال قبل 1400 سنة. خاطبهم الله تعالى بأنهم هم سوف يرون هذه الحقائق الكونية وهم سيكتشفونها، لذلك نجد البيان الإلهي بالقرآن شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إنه الحق أولم يكفي بربك إنه على كل شيء شهيد. إذن الله عز وجل واحدة من الإعجازات هي أنه يريدهم هم يكتشفون هذه. ليش؟ لأنه هاي الإعجازات إذا إحنا اكتشفناها ببساطة يقول إنه هاي أنتوا اكتشفتوها وهاي عندكم موجودة وأنتوا رابطوا بيناتها حتى تقولون القرآن، لكن لما نكتشف على أنه من كبار علماء الفلك اللي هو يغير حتى الأسماء، من يغير اسم السبيس إلى بناء. ليش؟ لأنه الآية القرآنية بالبداية قلناها، هسه أعيد لكم إياها، بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فهم أول ما بدأوا قالوا إنه سبيس هذا فراغ، بعدين انتبهوا بعدين العلم اتطور ويا السوبر تلسكوب ويا الميكروسكوب ويا الكمبيوترات الثلاثية شافوا لا، على أنه هذا الفراغ هو مادة كونية سوداء
ماده كونيه، اذا معناتها الجو هذا كله ما بي فراغ. وهسه راح نتطور وراح نشوف ايش مكتوب بالقران وهم ايش اكتشفوا. يقول عظمه الكون، هنالك انواع متعدده من المجرات تسبح في الكون وتشكل لبنات بناء في هذا الكون الواسع، وتوجد في الكون المرئي من هذه المجرات أو اللبنات مئات البلايين، مو مئات الملايين، مئات البلايين، يعني البليون هو ألف مليون، فهاي مئات البلايين موجودة. هذا تشكل 5% من البناء الكوني اللي احنا قلنا هاي اللبنات المجرات، شو تريد تسميها؟ جالاكسيز. 95% من الكون هو الباقي مادة مظلمة لا ترى، ما مبين شيء منها، لذلك كانوا يصورون انه هذا فضاء. ان كل مجرة من هذه المجرات تحوي اكثر، كل مجرة من هذه المجرات تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم. كل مجرة تحوي على أكثر من 100، يعني إحنا بعض الأحيان بس خلينا نتصور الأرقام الرهيبة اللي موجودة حتى نتصور بعدين الكون، وبعدين نشوف حجم الكرة الأرضية من هذا الكون. فيقول انه هذا العدد موجود بكل مجرة. نجي يقول الضوء اللي يوصلنا يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر بالثانية، وهو يقطع في سنة كاملة 9.5 يعني 9.5 تريليون كيلومتر تقريبا، هاي بالسنة الضوئية الواحدة. والمجرة التي تبعد عنا بليون سنة فقط يحتاج ضوءها للوصول إلينا إلى بليون سنة. خلال هذا الزمن يقطع ضوء هذه المجرة مسافة قدرها 9.5 مليون 3 مرات كيلومتر لما يوصلنا الضوء، هذه المجرة الوحدة. إذا نرجع للكون، شنو هو هذا الكون؟ يقول الكون هو لبنات بناء. والآن نستعرض كلمات رددها علماء غربيين حديثا هسه، وهي موجودة بالقرآن قبل 1400 عام. ففي أحد الأبحاث التي أطلقها المرصد الأوروبي الجنوبي، يصرح مجموعة من العلماء بأنهم يفضلون استخدام كلمة لبنات بناء من المجرات بدل كلمات مجرات اللي هي الجالاكسيز، ويؤكدون على أنه الكون مزين بهذه الأبنية تماما مثل الخرز المصفوفة على العقد. شلون أكل خيط بها هاي الخرز؟ فهذه المجرات مثل العقود، يعني مثل الخرز مكلبة هذه بها. ففي هذا البحث يقول الدكتور بول ميلر مكتشف النسيج الكوني، هو هذا اللي اكتشف النسيج الكوني، يقول بالحرف الواحد إن المجرات الأولى أو بالأحرى لبنات البناء الأولى من المجرات سوف تتشكل في خيوط النسيج، وعندما تبدأ ببث الضوء سوف ترى وهي تحدد مختلف الخيوط المرئية، وتشبه إلى حد كبير الخرز على العقد في السماء. جميع العلماء يؤكدون حقيقة البناء الكوني،
ولا تكاد تخلو مقال أو بحث في علم من الفلك باستخدام مصطلح بنية الكون. وهذا يدل على أن العلماء متفقون اليوم على أن الحقيقة العلمية أي هي حقيقة البناء. وكانت المفاجأة أن الكلمة وردت كصفة للسماء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وصورة أخرى في قوله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذن تأكيد كلمة البناء بالقرآن مو كلمة واحدة، بآيات مختلفة وبسور مختلفة، اللي هي الآن وحديثا تم اكتشافها. عندما رأى العلماء أن هذا الكون بالمناظير المقربة رأوا فيه نجوم ومجرات وغبار كوني، سنرجع على شوي شوي بعد ما نبتعد عن البناء نرجع على كلمة الغبار، لأنهم دخلوا بمتاهات وهواية غيروا من الكلمات. وغبار كوني، وجدوا أنفسهم أمام بناء هندسي كوني، فسارعوا إلى إطلاق مصطلح البناء. انتهينا من عندك. وفي أقوال العلماء عندما تحدثوا عن البناء الكوني نجدهم يتحدثون عن تشبيه جديد، وهو أن المجرات وتجمعاتها تشكل منظرا رائعا، وأنا متأكد أكثركم شفتوها على الواتساب وعلى اليوتيوب، فالمنظر رائع بألوان الأزرق والأصفر والأخضر كلها مثل الخرز على العقد، وهي تتلألأ مصفوفة على خيط. إلا أن هؤلاء العلماء يرون بناء وزينة. ففي أحد المقالات العلمية نجد كبار علماء الفلك يصرحون بأن هذه الزينة بين قوسين أن المادة في الكون تشكل نسيجا كونيا تتشكل فيه المجرات على طول الخيط للمادة العادية والمادة المظلمة مثل اللآلئ. نرجع إلى القرآن الكريم في آية فصلت، الآية رقم 12: بسم الله الرحمن الرحيم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الأبحاث تقول إنه بناء كون، وكذلك زينة هذا البناء، ويقرون على أنه الكون يمتلئ بالمادة المرئية والمادة المظلمة. هسه نجي شوي شوي على المادة المظلمة. أي من قالوا الفضاء كله هسه عبارة عن مادة مو فضاء، مادة مظلمة ومادة مضيئة. القرآن إيش قال؟ هم قالوا سبيس فضاء، بعدين رجعوا قالوا لا بناء، يعني معناته كل شيء شيء مع شيء مترابط متجانس. إذن معناته أنه لا وجود للفراغ ولا وجود للشقوق ولا وجود للفروج. لقد وجد القرآن في آية جميلة تقول في سورة قاف الآية 6: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الفروج هي الشقوق أو الفتحات أو الفراغات. الله عز وجل يقول إحنا سوينا السماء وما بها فراغ ولا بها شقوق. آية صريحة. هسه بالألفية الثالثة لما نكتشفه، واليوم نشاهد من خلال الصور والبناء الكوني كما ظهر للعلماء في أضخم عملية حاسوب
وتظهر المجرات كلبنات بناء تزين السماء، وتظهر المادة المظلمة بلون أسود. إذن لنتأمل قول العلماء بأن السماء بناء ومزينة ولا فروج ولا فروق ولا بها فراغ، وتأمل كذلك قول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وما لها من فروج. البيان الإلهي يؤكد دائما هذه الحقيقة، إن حقيقة البناء القوي المتماسك والشديد، حيث يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذه سورة النازعات الآية 27. وكذلك يقسم الله عز وجل بهذا البناء في سورة الشمس، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء وما بناها. والله عز وجل لا يقسم إلا بالأشياء المعجزة الكبيرة. أحد علماء الغرب يؤكد على أنه الكون بأكمله عبارة عن بناء عظيم، فيقول بين قوسين إن من أكثر الحقائق، هذا قول بالضبط، إن من أكثر الحقائق وضوحا حول الكون إنه يظهر غنى في البناء على كافة المقاييس من الكواكب والنجوم والمجرات، وحتى تجمعات المجرات وتجمعات المجرات الكبيرة الممتدة لعدة مئات من الملايين من السنوات الضوئية. انتهى قوله. الذي يستوقفنا كثيرا هو قول الله عز وجل حينما يصف النجوم بقوله من سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، بمصابيح. يقول العلماء الآن، تقعد تلاحظون، بس أريد ولو ما أريد أشدد انتباهكم، لكن تلاحظون كل كلمة من القرآن بدأوا العلماء وراء السنين من البحث يصفوها هم بنفس الكلمة. يعني الله قال بناء، وراء السنين هم رجعوا قالوا بناء. الله عز وجل قال ماكو شقوق، هم قالوا أول مرة سبيس وفراغ، بعدين قالوا ماكو شقوق. هسه نرجع على كلمة مصابيح. يقول إن العلماء التقطوا صورا رائعة للنجوم شديدة اللمعان. انتم تعرفون بعد يعني النجوم اكو قسم منها اكثر مشعة من الاخرى، وادركوا ان هذه النجوم تضيء الطريق الذي يصل بيننا وبين هذه المجرات، لذلك اطلقوا عليها اسما جديدا هو المصابيح، فلاش. سبحان الله، الله عز وجل قبل 1400 سنة سماها المصابيح، هسه الآن رجعوا سموها المصابيح. يقول الله عز وجل والسماء ذات الحبك. العجيب أننا لا نكاد نجد بحثا حاليا يتناول البناء إلا ونجد هم يتحدثون فيه عن توسع الكون، وهذا ما فعله القرآن عندما قال عن بنية الكون: بنيناها وإنا لها لموسعون. والآن نتناول الاكتشاف الحديث حول النسيج الكوني، إن المجرات وتجمعاتها تشكل نسيجا مترابطا كالخيوط المحبوكة، نسيج مترابط. ونتناول كيف أشار القرآن الكريم إلى هذا النسيج في سورة الذاريات الآية 7.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك. الحبك هو النسيج القوي يعني المرتب المنسوج بصورة جيدة. نرجع يقول للعلماء فسروا كلمة الحبك. قال المفسرون على أن أكثرهم فهم من كلمة الحبك هو النسيج المحبوك والشديد والمحكم. لذلك الله عز وجل وصف السماء ذات الحبك، أي ذات الشكل الحسن وذات الشدة وذات الزينة وذات الطرق. عندما نتصفح بعض المواقع العالمية عن بنية الكون نرى أنهم وصلوا من حقائق يقينية وثابتة عن السماء، تجد المفاجأة خبرا جديدا أطلقه المرصد الأوروبي الجنوبي من خلال موقعه على الإنترنت عنوانه لمحة عن النسيج الكوني المبكر جدا. وتظهر لنا الصورة الجديدة أن النسيج الكوني كما رسمته أجهزة السوبر كمبيوتر سووا مثل ما قلنا على شكل أبعاد ثلاثية مجسمة لأول مرة في القرن 21، وهو يضم مئات البلايين من المجرات. مئات البلايين والملايين من المجرات. المجرة الوحدة تحوي على ملايين من النجوم، وكل مجرة تضم مئات البلايين من النجوم وتمثل النقاط المضيئة تجمعات المجرات الضخمة. إذن هاي النقاط اللي قلنا عليها هاي تربط بالفضاء المادة السوداء، تربط بين هاي المجرات هذه الأضوية أو المصابيح اللي هي مثل طرق أو هي مثل دلالات تضيء بيناتها. وجميعها رتبها الله تعالى في هذا الكون الواسع على شكل نسيجي رائع كالنسيج المحبوك. وتجد بأن جميع العلماء يؤكدون هذه الحقيقة الواضحة والمؤكدة. إن الذي يتأمل القوانين الرياضية التي أودعها الله تعالى في الدخان والغاز يجد من خلال ما يسمى بهندسة ميكانيكية السوائل إن أي غاز عندما يتمدد، الغاز عندما يتمدد ويكبر حجمه عن هذا التمدد ينتج هذا التمدد موجات على شكل أصوات أو تكون موجات صوتية، وذلك بسبب التغيير في كثافة الغاز وحركة جزيئاته واحتكاكها ببعضها مما يولد هذه الموجات. هذه حقيقة أخرى هسه راح نضيفها. وهذا ما حدث في بداية نشوء الكون عندما كان دخانا، فالتوسع والتمدد أدى إلى احتكاك وتصادم مكونات هذا الحساء الكوني الحار وإطلاق هذه الأصوات التي تشبه حفيف الشجر، حتى أن بعض العلماء قد رسموا بيانا لهذه الذبذبات الكونية. إن هذه الآية التي تتحدث بوضوح شديد عن كلام الكون وهو في مرحلة الدخان، ولكن لماذا سمى الله تعالى تلك المرحلة من عمر الكون بالدخان؟ هذه الكلمة هي الأقدر على التعبير عن حقيقة الكون في ذلك الزمان. فالكون كان ممتلئاً بالغاز الحار بالإضافة إلى الغبار الكوني، وهذا الغاز يشبه الغيوم. لذلك نجد أن العلماء استطاعوا رؤية غيوم من الغاز حول أحد النجوم البعيدة على حافة الكون المرئي،
ويؤكدون على أن النجوم تتشكل من غيوم الغاز، وتظهر الصورة أن النجوم محاطة بسحب من الدخان كالمصابيح. ولكن بعد المرحلة التالية للدخان في القرآن يخبرنا الله عز وجل، لو تأملنا الآية التي تلي آية الدخان مباشرة نجد قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم من سورة فصلت: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الآية تتحدث عن تزيين السماء، وهذا ما يقوله العلماء اليوم. أما المرحلة التالية للدخان فهي مرحلة تشكل المصابيح أو النجوم شديدة اللمعان، وهذا ما أخبر به القرآن، لكن تحدث عن الدخان أولا، ثم تحدث في الآية التالية مباشرة عن النجوم اللامعة. فهل جاء هذا الترتيب مصادفة أم هو بتقدير الله عز وجل؟ فجميع علماء الفضاء يقررون على أن الكون كان مليئاً بغاز حار ثم تبرد، وأول ما تشكل هو النجوم. أتلاحظون الترتيب؟ يعني الآية القرآنية بدأت بذكر الدخان، زين، وقضاهن ربك في يومين وزين، وبعدها ذكر تزيين السماء. هنا قالوا أول مرة بدأ على شكل غاز وبرد وتشكلت من النجوم، والقرآن يقرر بأن السماء أو الكون كان دخانا ثم زين الله السماء بالنجوم وسماها المصابيح. وهنا لابد أن نتساءل، لماذا لم يقل الله عز وجل وزينا السماء الدنيا بنجوم أو كواكب أو مجرات؟ لماذا ذكر المصابيح في هذه المرحلة من عمر الكون عندما كان دخانا؟ ونحن نعلم من خلال معاجم اللغة العربية أن المصباح يستخدم لإضاءة الطريق، ونعلم بأن ضوء هذه النجوم لا يكاد يرى، فكيف سمى القرآن هذه النجوم بالمصابيح؟ وماذا تضيء المصابيح؟ يقول: الذي أدهش العلماء أنه التقطوا صور رائعة للنجوم شديدة اللمعان، وقد أدركوا أن هذه النجوم هي الأقدم في الكون، وهي تضيء الطريق الذي يصل بيننا وبين هذه الكواكب. واستطاع العلماء دراسة ما حولها واستفادوا من إضاءتها الهائلة. يعني هذه المصابيح، المصباح الواحد يعادل 1000 شمس من هاي الشمس مالتنا. هاي المصابيح اللي نشوفها وضوءها، والملايين المصابيح، كل واحدة من عدتها تعادل 1000 مرة من الشمس مالتنا. لذلك أطلقوا عليها اسما جديدا وغريبا، وهو المصابيح الكاشفة، فلاش لايت. والله عز وجل سبقهم ب1400 سنة حينما قال: بسم الله الرحمن الرحيم وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. نرجع إلى الكلمة الأخيرة اللي هي الدخان أو الدخان الكوني وذكره بالقرآن. يقول: يدعي بعض المستشرقين، هي المشكلة أنه أنت عندك من ذلك المستشرقين اللي أول ما يبدون يضربون القرآن بس يجون يلقون فر الثغرة. المستشرقين قالوا: القرآن مليان بالتعابير الخاطئة، مثلا القرآن أخطأ بكلمة دخان، ليش الله يقول دخان؟ وحجتهم على أنه التعريف العلمي للدخان لا يتطابق مع الحالة السائدة بالكون، حيث كان الكون وقتها يتألف من عنصرين:
اللي هو غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم. وإن كلمة الدخان الواردة في قوله تعالى استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكلمة الدخان غير دقيقة من الناحية العلمية، والقرآن يستعمل كلمات مو دقيقة ومو صحيحة، وبالتالي يثبت على أنه القرآن لا يمكن أن يكون صادرا من الله عز وجل. نرجع هسه حديثا، نرجع إلى كلمة غاز اللي هم يقولون على أنه الهيليوم مو والهيدروجين هم غازين اللي بدت بها الكون. إذن حسب نظرهم هي هالكلمة الأنسب من الناحية العلمية أحسن من الدخان. لقد اكتشف العلماء، انتبهوا على هاي، نرجع همين وشلون بدأوا يغيروا هذا. لقد اكتشف العلماء أن الكون في مراحله الأولى امتلأ بالغاز، وخصوصا غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم، ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك غبارا كونيا يسموه كوزميك داست ينتشر بين النجوم، ويقولون انه من مخلفات الانفجارات النجميه. ولكن الغاز يختلف عن الغبار ويختلف طبعا عن الدخان، ثلاث كلمات مختلفه، فكيف يمكن التوفيق بين العلم والقران؟ اذا نرجع نقول جوله في عالم المكتشفات الكونيه الحديثه أعطانا المفاجأة الجديدة الحديثة عندما كتب أحد علماء الغرب يعترف فيه بأن ما اكتشفوه من غبار كوني هو لا يمت بصلة للغبار الذي نعرفه نحن ولا يشبهه أبدا، وأن هذا الغبار أشبه ما يكون بدخان السجارة. فهذا هو الدكتور دوغلاس بيرس يقول بالحرف الواحد الغبار الكوني والذي لا يشبه الغبار المنزلي في الحقيقة يتألف من حبيبات صلبة دقيقة وغالبا من الكربون والسيليكون تسبح في الفضاء وحجمها مشابه لحجم دخان السجائر. لذلك وجد العلماء الآن بأن هذا الغبار أو بدأوا يسمون هذا الغبار اللي هو الغاز واللي هو ويا هذا الدخان بدأوا يسمون هذا الغبار بالدخان الكوني. رجعنا مرة لاخ إلى التسمية التي أرادها الله عز وجل. إذن وراء كل هاي الأبحاث رجعوا سموه الدخان الكوني بعد أن وجدوا على أنه لا يشبه الغبار، بمعنى آخر أن التسمية التي أطلقها علماء الفلك كانت خاطئة وبدأوا بتصليح اسمها حديثا، بل أن العلماء بدأ أن يصرحوا بأن أفضل وصف لحقيقة الكون المبكر هي تسميته كلمة سموك يعني دخان. إذن من خلال هالبحث الصغير اللي هو اندل، يعني احنا ما قدرنا نتوصل الى ولا شيء من الاعجاز الالهي، بس نلاحظ على انه عدم معرفة الانسان ومحدودية معرفته بالاشياء بعض الاحيان يطلق عليها مسميات ويطلق عليها فرد التسميات اللي هي مو صحيحة. لكن واحد من العلماء اطلقوش التسمية، قال قليل من العلم يبعد الإنسان عن الله وكثيره يعوده إليه. يعني الإنسان كل ما يزداد علمه ويطلع يلاحظ على أنه هاي الأشياء اللي الله عز وجل يعني يطلعها هو خالق الكون قاعد يقول لنا هاي المسميات. أما أنه إحنا مرة
ما نشوف، ومرة بداية الكون تصوروا على أنه هي الكرة الأرضية. يعني من خلال هذا الكون الكرة الأرضية مثلوها العلماء على أنها هي حبة من الرمل في صحراء شاسعة، صحراء شاسعة، الأرض هي حبة رمل، والإنسان هو واحد من 8 بلايين موجود على حبة الرمل هذه. أترك الأمر إليكم، شكرا جزيلا على الاستماع، ومعذرة إذا طولت عليكم، شكرا جزيلا.